فولي، لكن قبل هذا خلينا نعطيكم نتائج مقابلات الدفعه الاولى من الجوله الخامسه للبطوله اللي قاعده تلعب حاليا. نتائج المقابلات: اتحاد بن قردين والكلوب تقدم الاتحاد في 55 دقيقه لعب 2 بلاش، اهداف محمد بن ترشا من بنالتي وهيثم المحمدي. تطاوي متعادله في 55 دقيقه لعب مع الاولمبي البيجي دون اهداف. مستقبل الرجيش متقدم على جي اس كا 1 بلاش في دقيقه 50 بهدف نضال بن سالم دقيقة 53 في مقابلة سليمان والمتلوي. التعادل السلبي دون أهداف. قلت باش نحكيو فولي في آخر جزء من حصتنا اليوم، نحكيو على فتيات كارتاج اللي توج بلقب كأس تونس للمرة الرابعة في تاريخ النادي. معنا لاعبة النادي كارتاج، فتيات كارتاج، بعد الفوز على السي اس اس في المقابلة هذه 3-1 في النهائي. معنا بالتليفون مريم بن بريك. مريم أهلا بيك. يعيشك، عم تسعى سامة. راني مريم بريك، سامحني مانيش بن. علاش ديما يقولوا بن بريك؟ ما نعرفش علاش ديما يقولوا بن بريك، يظل يتسمى. ايوا باهي، معنا مريم بريك لعبة كارتاج. باهي مريم، ظهر لي فوز في النهائي على السي اس اس وتتويج بلقب كأس تونس مستحق لكم انتم. يظهر لي والله بعد التعب هذا كله نتاع عام كامل، سيتي ميريتي الحقيقة نتاع ربي، معناها سيرتو بارابور او سكور. سي فغي هو السكور كان ياسر سيغي في ليسات، معناها سي فغي 3-1، مي كان ياسر سيغي، معناها في كل شوط ما تعرفش عليه شوط عند شكون من الفرق اللي هو باش هو يفوز بالشوط هذاك. الحمد لله انا سو كومون جيغي لي فان دو سيت كل مره، وهذاك هو معناها الحمد لله ربحنا. وما انا سوفي لا سيزون. سيزون صعيبه سورتو بالكوفيد وبرشا تقطعات فيها. كما قلت انت، منعتوا السيزون بتاعكم بلقب بالكاس في اخر العام، ما خيرش من هكا ظهر لكم انتم. والله احسن حاجه، معناها واحد يوم يكمل عام 2020 وما اون بوتي. لا 29 صعيبه كانت السيزون. فلا معناها الحمد لله، معناها سي سا، هو واحد يخدم عام كامل على خاطر تتويج كيما هكايا. كنا حاضرين لو جور جي وقدمنا مباراة باهية، معناها حتى الفريق المنافس سي سي ساعتين تاعها معناها كان موجود وقدم مردود طيب على الاخر. كاهو معناها فلا. شنو عمل الديفيرونس بينكم بين سي سي في الماتش؟ سيتي سور لو بلان سيكولوجيك. On était vraiment présent. كنتم حاضرين اللي هو في ماتش البطولة، اللي هما كانوا أقوى منا شوية يظهر لي على المستوى البسيكولوجي. لو مونتال لعب برشا، اللي هو يخليك اللي هو أنت تكون حاضر أكثر كل آخر سيت، معناها حاضر مونتالمون، واثق من روحك، عندك ثقة في روحك وعندك ثقة في أصحابك. وكاو معناها هذاك علاش سيت كي في لا ديفيرونس. كان ينجم يكون دوبلي سنة ولا قسمتوا هكا خير بالتعادل انتم وسي اس اس خير؟ لا شو نقول لك، قسمنا فوق، قسمنا بالتعادل، وهي ما كان ينجم يكون دوبلي الحقيقه نتاع ربي، فيو اللي هو احنا ربحنا الماتش 3-0. الماتش سيزون كامله عديناها سون فوت، معناها ما خسرنا حتى ماتش. لي دو ماتش اللي خسرناهم سيتي لي ماتش اللي هما خلاو تمكنوا النادي الرياضي الصفاقسي باش يهز البطوله. هو لي دو ماتش اللي هما الاخرانيين اللي هو ماتش الغوتور وماتش البال، اللي هما كيما تعرف معناها كانوا فما برشا دي شانجمون في ليكيب. كانت معانا ليترونجيغ الروسيه تلعب، كانت في الفريق ستيفانيا هكا كبير، حتى معناها الفريق المنافس كان يلعب عليها تدا اوسي. معناها من بعد تبدلت ليكيب اللي هو ساكري، معناها يفالي غوتخوفي كل اوتوماتيزم نتاع ليكيب الجديده. عندنا اوسي اللعبه الباسوز بتاعنا نهال كبير اللي هي اللي انسانت، دونك كي مع توخير السيزون وصلت الشهر السابع وهي معانا. ربي يوصل بالسير. عايشك. لما يعطيها الصحة معناها فريمون، اللي هي كملت ولعبت وحتى للاخر، حتى في الشهر السابع وهي تلعب راهو. ما شاء الله. كان ثم بوكو دو ريسك باش واحد يلعبها حتى في المباراة. الحمد لله الباسوز الاخرى، الموازعة الاخرى اللي هي الا اسيغي، سي اون جون باسوز باهية، الا اسيغي لو جو. فوالا دونك البوليميك اللي صارت على اللعبه نتاع سي اس اس كارولين والاحتراز اللي صار، اثر عليكم شويه هذا مونتالمون على في الشامبيونا ولا ليه؟ والله ما اثرش علينا نحن، احنا معناها هذه امور سور لي معناها اداريه، سور لي بابي اداريه. فهمت اللي هو حتى نقول حتى الى يومنا هذا راهي ما عندهاش الحق تلعب، معناها هو في القانون نتاع
نتاع الافي في بي اللي هو كل جوار اترانجي كل جواز اتران جوار اترانجي دون فاسون جينيرال عنده اللي على تي عنده كما نقولوا ان تيموان اللي هو يشعل احمر اخضر عنده الحق يلعب ما عندوش الحق هي ما نعرفش غلطه الجامعه ولا غلطه ما نعرفش نوع هي وقتها راهي كي لعبت الماتش لعبته وهي لا 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 لو تيموان هذاك احمر معناها ما تنجم ما عندهاش الحق تلعب او بيغ ديكا يتعاود الماتش هو راه هو كان مش احنا نربحوا الماتش على هو تحكم للسياسه هو تحكم للسياسه مازال ما تحكمش مازال فلسطينيه هما انا نبارك لهم السياسات على الانتصار بالبطوله هذه اه طامعين فيه مازال انا نامن بالتيرا فهمت اما على الامور الاداريه هذيك سيتي نوتر بيغ دو ماتش نشوفوها مع المسؤولين وكرا واللي باش يعمل ربي مبروك. انت مريم ظهر لي مسيره كبيره في الكره الطايره مازالت متواصله. لا هو في اخر ايامات هلا ما حالك. بالحق بالحق. سي معناها. والله اخر ايامات هاي. علاش الديسيزيون هذا؟ على خاطر نخليو ال ما شاء الله ما دام التتويجات فما وال هو هذاك هو اللي يحل الشيء لو هو التتويجات هم يحلوا الشيء الحقيقه نتاع ربي ويخليوك ما تبطلش وستين كيما ستين غو كيتو معنا سيت ان سيركل فيتيو انت تهز تيتر تولي ماذا بيك تزيد ما تهزش تيتر تقول لاخر نكمل وانا عندي تيتر انتي دو سويت باهي اقعد اقعد معنا مريم اقعد معنا بالتليفون راح تستقبلوا زميلتك في الفريق خلود الجنحاني خلود اهلا بيك عسلامة مرحبا بيك مرحبا قولك باش تمشي وتخليكم هاي قالت مريم لا لا انا نحب نجاوبها من الغاديو ديريكتومون زميلتي مريم ونقول لها القرار هذا عمرك ما تاخذه وحدك راهو مادام احنا وراك ما تجربش ياسر نقول لها مكبشين فيها معناها تهنى ونفس لو ميم سيناريو صار برشا مرات قبل وتبدل وهي تسمع فيها تعرف اي نجم تبدل المره هذه مريم نعم والله راني نقولها ما تجربش انا مريم يتبدل مريم مازال مش ديسيزيون نهائي معناها انا مش نهائي ما نعرفش يغيظوني اخواتي راهم في الاكيب مهمت احنا مانيش فريمون اون اكيب معناها ريت البنات اللي في وسط النادي النسائي بقرطاج اي اخوات بحق اخوات معناها العشره اللي بيناتنا اللي هما 10 سنين هذوما توا الكلوب عمل 10 سنين بارك الله 10 سنين كلهم فيهم برشا تتويجات وفيهم برشا دي مومون عشناهم مع بعضنا والحاجه الباهيه اللي هو يقينا بعضنا في الخير الامن فهمت يعطيك الصحة شكرا هذاك شو ما تربح من السكور شكرا لك مريم بن بريك مريم بريك سامحني ان شاء الله بالتوفيق في بقيه مسيرتك اللي باش تتواصل ان شاء الله ماهيش باش توفى لهنا ما دام التتويجات موجوده باهي نحكيو شويه مع خلود خلود اول حاجه مبارك لك التتويج مع النادي النسائي بكرتاج يعيشك يبارك فيك ميرسي بوكو ويعطيكم الصحة أنتم اللي ذكرتوا الرياضة النسائية الكرة الطائرة النسائية هذا واجبنا خاطر مش ديما عندنا الحضور الإعلامي هذا كما تقولوا أنتم صحيح عندك حق والحمد لله هذه الكيس الرابعة كما أنت كنت تقول في تاريخ النادي النسائي بقرطاج اللي هو كما تعرفوا الناس الكل تأسس كان في 2011 مش قديم ياسر يعني وهذا كما قالت مريم سي لو فري نتاع خدمة عام كامل سيزون كاملة وحتى لي سيزون اللي قبل الكل كنا حاضرين والحمد لله كملنا العام حاجة باهية نحكي شوية على الماتش نتاع الفينال خلود شنو عمل الديفيرونس بينكم بين السي اس اس؟ شوف ما نجموش نحكيو على فرق بين نادي تفاقسي ونادي نسائي بقرطاج راه فما دو زيكيب حاضرين دو زيكيب المستوى نتاعهم قريب برشا زوز ايكيبات واقفين بالكدا سور لو تيغان فما دي بتي ديتاي هما كيف كيزون في ديفيرونس في اخر الماتش في اخر لي سيت على خاطر لي دوز ايكيب معروفين لي دوز ايكيب زوز حاضرين دونك احنا كنا حاضرين اكثر منهم كما قالت مريم مونتالمون مي كنا حاضرين وكنا ديتيرميني اكثر باش نهزوا لو تيتخ هذا بعد ما خسرنا لو تيتخ نتاع الشامبيونان اللي هو تلعب على دي ديتاي صغار كيف زاد. في موسم صعيب كيفاش كان السنة بالكوفيد والتقطعات؟ والله صعيب على الناس الكل واحنا بيدنا مرينا برشا ظروف يعني كما قلت انت الكونفينمون الناس الكل قاسينا على الخدمة وقاسينا على اللي خدمناه الكل من اول سيزون حتى الماخت
بعد رجعنا اون ديغي باش نعاودوا بالاول وجديد مي احنا كاميم اون ايتي في نفس السيزون سي لا كونتينيتي دو لا سيزون بريسيدونت مش عاودنا سيزون مره اخرى كان سعيد تبدلوا فيه برشا حاجات برشا ظروف مي الحمد لله كنا حاضرين باش تاقلمنا مع الحاجات اللي تبدلوا وسورتو كيما كنتوا تحكي والاترانجير اللي هي كانت معانا وانا في اون ايكيب ستابل ومن بعد كي هي مشات باش نعاودوا نخدموا من الاول وجديد مع اللي عندنا ومع نهال كيما قالت لك مريم وكل دونك سي تي با ايفيدون باش نكونوا حاضرين وباش وباش نكملوا سيزون كيما هكا الحمد لله عملنا اللي علينا. كاين لازم يكون دوبلي ولا سي بون هكا انتم كوب سي اس اس بطوله فرق من احسن ما عندنا راضين به. بون راضين هو سي بون توقفنا كما انت قلت ما بيان سور كان ينجم يكون دوبلي للعباد اللي تفرجوا في الشامبيونا واللعباد اللي تفهم في الفولي سورتو يعرفوا اللي مات الشامبيونا لعب في الكورتين الاخرانيين معناتها كانت نجم تكون لينا ولا ليهم مش ما كانش فما فرق ما كانش فما فرق كو في السكور ولا في الاسات الماتش وفي ثلاث سنين النادي الصفاقسي مبروك عليهم حتى لو ديرني سيت وفي 15 يعني زوز بونتو فرق الماتش كان ينجم يمشي في الجهه هذه ولا الجهه الاخرى ما منحبش نقول اللي احنا ما كناش نجمو نهزو دوبلي بالعكس كنا نجمو نهزو دوبلي والحمد لله. باهي نخلي لك خلود كلمة الختام شنو تحب تقول في الاخر شكون تحب تهديه التتويج هذا؟ بون بيان سور نهديه للناس الكل اللي وقفت معايا واللي شفتو يوسعوا بينهم معايا ساعات ونحب نقول لي احنا نادي نساء بقرطاس تغيبنا على التتويجات كان موسم واحد اللي هو موسم 2018-2019 الحمد لله توا رجعنا وباش يكون باش تكون هذه كيما نقولوا لو ديكليك نتاع الرجعه باش نرجعوا للتتويجات باش نرجعوا خير اكثر برشا من لي سيزون اللي تعداو ان شاء الله قدامنا مازالوا برشا تيتروات نلعبوا عليهم ان شاء الله يعطيك الصحه شكرا لك يعني. خلود ميرسي بوكو عايشك مرحبا بالتوفيق ليك ان شاء الله في بقيه مسيرتك وبالتوفيق ايضا لفتيات كارتاج وايضا بالتوفيق للسي اس اس زوز فرق من احسن معنا في الفولي السيدات الموسم هذا وكيد في المواسم الاخرى هما تقريبا مسيطرين على كرة الطائرة في تونس السيدات هكا نوصل لنهاية فير بلاي اليوم لكن قبل ما نختم نعطيكم شوية نتبعوا نتائج مقابلات الجولة الخامسة للبطولة اللي قاعد تلعب حاليا نعطيكم لحد الآن النتائج الآنية للمقابلات لكلوب بنقردان في بنقردان تقدم اتحاد بنقردان في دقيقة 66 2 بلاش أهداف محمد بن ترشا وهيثم المحمدي محمد كان سجل هدف نتاعو من بينالتي 65 دقيقة لعب في مقابلة تطاوين متعادل مع الأولمبي البيجي دون أهداف مستقبل رجيش متقدم على الجي اس كا 1 بلاش هدف نضال بن سالم في دقيقة 61 ومستقبل سليمان سجل الهدف الأول ليه في دقيقة 60 حاليا نلعبوا في دقيقة 63 قدام نجم المتلوي 1 بلاش هدف أيمن محمود هكا كما قلت نوصلوا لنهاية فير بلاي شكرا على يا باشا في الإخراج شكرا ناصر الساكري في الإخراج رقمي غدوة يجيكم أنيس صاحبين انطلاقا من مساعتين أجمل تحيات إسلام المنطقة.